الترويجية المكثفة التي ستستمر لمنتصف هذا الأسبوع، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب المهني والتبادل التجاري وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها البلدان في العام 2003. كما تحفل الاتفاقية بالتعاون الثنائي في مجالات الأعمال والتجارة إلى جانب تنمية العديد من القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية والتعليم والطاقة وعلوم الحياة والبحث والتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار. هذا وقام الوفد بزيارات مكثفة لعدد من مراكز التدريب المهني المتخصصة في مدينة أوكلاهوما من أجل الاطلاع على تجربتها وتبادل الخبرات المشتركة، كما قام بزيارات إلى مراكز متخصصة في قطاع صناعة الطيران ومراكز أخرى تعمل في قطاع التجارة. وفي إطار الزيارات المبرمجة، ألقى الشيخ محمد بن عيسى الخليفة كلمة أمام مجلس مؤتمر المحافظين للمياه، تحدث فيها عن الجهود لتطوير قطاع المياه في البحرين، ودعا الشركات الأمريكية ذات الخبرة في هذا المجال والتي لها باع طويل في تقديم الاستشارات والخدمات المتخصصة للاستفادة من الفرص التي توفرها المملكة للاستثمار في تكنولوجيا المياه والصناعات المتعلقة بالمياه كالتحليل والتكرير وما يتعلق بهما. البحرين حقيقة بها فرصة مناسبة للعمل على توسيع الاستثمارات الأمريكية في البحرين، وخاصة من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. هذه الاتفاقية طبعا لها مزايا كبيرة، وتعطي الفرصة للشركات البحرينية أن تعمل مع الشركات الأمريكية، حيث أن ممكن تكون في مجال الخدمات أو منتجات، حيث أن يكون البحرين مقر للشركات الأمريكية. ومجلس التنمية الحقيقة يعني من هذه الزيارة قام بجهود كبيرة لكي يعرف الولايات الموجودة اللي قمنا بزيارتها على الحوافز الموجودة في البحرين وعلى الفرص اللي ممكن تستفيد منها الشركات الأمريكية من جعل البحرين مقر لها في منطقة الخليج العربي. وهناك كثير من الفرص اللي ممكن الاستفادة منها، لأن هناك الإمكانيات متاحة بالنسبة لفرص في مجالات تجارية والصناعية، والحمد لله توافقنا في مقابلة الكثير من الشركات وأبدوا استعدادهم للاستثمار في البحرين.